مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. موضوع حلقتنا اليوم عن موقع بي تي سي كليك، اللي هو عباره عن موقع لمشاهده الاعلانات لكن بيعطيك بيتكوين او ساتوشي، بما معناه بدل انه يعطيك دولار بيعطيك ساتوشي. تمام شباب، يعني فكره الموقع هي عباره عن اعلانات بيعطيك بدل الدولارات بيعطيك عمله الساتوشي، اللي هي عمله البيتكوين اللي بتعامل فيها اغلب الاشخاص اللي بيشتغلوا في العملات. الموقع رائع كتير وسهل، ما بيغلب، وطريقه التسجيل فيه سهله كتير. راح ابلش معكم ان شاء الله، انا اول حلقه لي في هذا الموقع، ولما ارقي المراحل الجايه ان شاء الله راح اعمل فيديوهات وافرجيكم الارباح، لانه طريقه عمله نفس طريقه عمل النيو بوكس لكن في شويه اختلافات طبعا، والبدايه فيه بسيطه كتير. نبلش في الشرح. اول شيء بخصوص السينج اب، انت اول ما تفتح بتجيك الصفحه هاي، بامكانك تروح على سينج اب هون. كل اللي بتعمله بشكل بسيط، بتضغط ايميلك هون وبتحل كود الكابتشا، بتضغط سينج اب، بتروح على الايميل بتلاقي رساله من عندهم وصلت عليها رابط صغير مكتوب عليه فيريفايد، بتضغط عليه وتلقائي بيتم تاكيد حسابك وبتعمل لوج ان. بعد ما تعمل لوج ان تلقائي بتجيك الصفحه هاي، بتضغط ايميلك والباسورد اللي عندك وبتعمل لوج ان، بتدخل على الحساب. بعد ما تدخل على الحساب الخاص فيك انت بتجيك الصفحه مثل هاي. طبعا في اثبات صح للموقع، بفرجيكم اياه هلا. نجي شرح سريع على الايقونات هاي. اول شيء داشبورد، اللي هي لوحه القياده، تعطيك التفاصيل كامله عن الحساب الخاص فيك، اللي هو ادي كليك، قديش الضغطات اللي ضغطتها، التوتال ويذراود، السحوبات اللي انت سحبتها، البالانس اللي هو الارباح اللي انت ربحتها، البير كاش اللي هو البالانس اللي انت اودعت من المبلغ، شو اودعت مبلغ في الحساب، والممبر اكسباير اللي هي تاريخ الانتهاء للترقية الخاصة فيك، اللي هي الممبر اللي هي البريميوم. احنا ستاندر هلا، هذه بريميوم، ان شاء الله لما نرقي لبريميوم راح افرجيكم بيعطيك تاريخ انتهائها. تمام شباب، تجي هون عندك الدايركت ريفرال اللي هو الريفرال الخاص فيك، بامكانك تستخدم رابط الريفرال الخاص فيك من هون افليت هلا بنوصله، ودايركت ريفرال بقول لك كم شخص من الريفرال اللي عندك سوى كليك وضغط على في الموقع على الاعلانات. هذا الدايركت ريفرال الكليك الضغطات. هون الرنتد ريفرال اللي هو الريفرال اللي انت بتستاجره، وهون الرنتد ريفرال كليك اللي هو ضغطات الريفرال اللي عندك. تمام، الايقونه هاي لشراء الريفرال، بامكانك تشتري ريفرال فيها. بخصوص الويذراود، بامكانك تضغط على الويذراود، ايقونه الويذراود طبعا مبين لك السحوبات اللي انت سحبتها خلال تعاملك في الموقع. سامحونا النت بطيء شويه. اوكي، هون بخصوص الويذراود السحوبات اللي انت سحبتها، سوري، هون بقول لك انه انت اذا بدك تسحب، طبعا اقل سحب عندك اللي هو عباره عن 10,000 ساتوشي، يعني مبلغ كتير قليل بامكانك تسحبه بكل سهوله على حسابك، تضغط ويذراود اذا كان عندك موجود المبلغ. انا لسه مش مجمع، بامكاني اني اسحب. اوكي، بخصوص الريفرال عندك هون ثلاث ايقونات، رنتد ريفرال، الرنتد ريفرال انك انت تستاجر ريفرال، طبعا اجمل ما فيه انه سعره قليل جدا، يعني انت بامكانك تختار مده الريفرال بدك اياها 30 يوم. طبعا سعر الريفرال في اليوم 540 ساتوشي، يعني كلام كتير قليل. هون طبعا بيعطيك قديش في ريفرال، اذا في ريفرال او لا. طبعا بامكانك تشتري ريفرال، بيعطيك المده، الوقت، بقول لك انه بعد 5 ساعات و12 دقيقه بكون متواجد في ريفرال بتقدر تشتري. طريقه الشراء بسيطه كتير، بتكون انت مودع في المبلغ، مودع مبلغ في البيتكوين، بامكانك تشتري بكل بساطه، وبتضغط بتحل كود الكابتشا وتضغط باي ناو. تمام شباب، بخصوص الرنتد ريفرال اللي هو الاشخاص اللي عندك، طبعا اذا في عندك اشخاص بكونوا موجودين هون اللي انت شاريهم. الدايركت ريفرال شباب اللي هو الريفرال اللي انت اجوا عن طريق رابط الاحاله الخاص فيك. تمام، بخصوص البريميوم منبر اللي هي الترقيه، سعر الترقيه قليل جدا، يعني انت بتحكي عن 90 يوم بيعطيك بحدود 3 دولار. تمام، يعني نيجي نحسبها على الحاسبه،
اللي انتوا تكونوا وصلتكم الصورة بخصوص مثلا 90 يوم ما يقارب 0.00972، تحكي عن 6 دولار انت بترقي حسابك. شو فايدة الترقية؟ فايدة الترقية انه انت بصير عندك الارباح دبل، يعني انه بتاخذ ارباح على الدبل زي ما هو شارح في الموقع انت ترجمكم اياها. شراء العضوية المميزة سوف مضاعفة كل نقرة على الاعلانات المكافأة الخاصة بالاحالات، يعني انت بتستفيد من الاحالات الخاصة فيك، كانت دايركت اللي هي خاصة عن طريق الرابط او اللي انت اشتريتها، كله بصير دبل عندك في الارباح. تمام، هذا بخصوص انك انت ترقي حسابك لمدة 90 يوم بقيمة 6 دولار، يعني مبلغ كتير كتير بسيط. تمام، وعندك هون يعني حد 19 دولار بإمكانك ترقي لمدة 360 يوم. تمام شباب، بخصوص الهيستوري اللي هي هيستوري في الدفع وهيستوري في السحب وهيستوري في البروش اللي هي التحويلات. نيجي اول شيء للايداع. طبعا اذا انت اودعت مصاري، انا لسه ما اودعت، حساب جديد موجود هون بيعطيك الرابط هذا اللي انت تودع فيه، بامكانك تسحب وتودع في مبالغ عن طريق المحفظه الخاصه فيه. واللي ما بيعرف كيف طريقه الايداع والسحبات، في شروحات موجوده راح تلاقوها بالوصف بامكانكم تشوفوها. تمام، بخصوص الويذراوت انا سحبت منه 3 مرات ودفع ما في اي مشكله. انا تركت الموقع فترة وقعدت رجعت له لانه اكتشفت فيه شغلات كتير مميزة، المبالغ اللي بحكي فيها والعمل اللي بحكي فيه يعني كتير كتير رائع وسهل وكتير مش صعب. يعني بتحكي عمالك انت عشان تشتري 500 ريفرال لمدة 30 يوم ما يقارب 51 دولار. بروشرز اللي هي عبارة عن التحويلات اللي صارت من عندك الله العليم، ما بتمنى كثير. بخصوص رابط الرفر الخاص فيكم شباب، بامكانكم تاخذوه من هون بكل سهوله، تقدر تدخل وتاخذه من هون. بامكانك تعلن على حسابك في الفيسبوك او على حسابك في تويتر اللي يجيك اشخاص عن طريق الرابط فيك، يعني تعمل بوست اعلان ما عليه غير تضغط فقط على ايقونه الفيس وايقونه الشير لتويتر وبعلن. اكونت ديتيلز اللي هي شباب يعني تفاصيل الحساب الخاص فيك، مش فقط هي لتغيير كلمة السر، يعني بحط لك الايميل اللي هون زي ما انتم شايفين، واذا بدك تغير كلمة السر. الموقع تعامله سهل كثير كثير ما بتتغلب. طريقة العمل فيه، اول شيء بتيجي هون على السورف ادز اللي هي مشاهدة الاعلانات. مثلا انا ضغطت عندي كان اعلانين، بضغط هون بقول لك الاعلان بيكلف مدته 10 ثواني تكلفته 45 ساتوشي، تضغط عليها. طبعا انا عشان داخل اللي زمان ما دخلت عليه، فتلقائي تلاقي الاعلانات قليله. انا كان يجيني اعلانات قيمه فوق ال 200 و250 ساتوشي للمعلن، يعني الاشخاص اللي بتعلن. طبعا بعد ما تضغط عليه بتحل فقط الرقم عندك 11 ناقص 8، بكل بساطه تقدر تحل خط 3 تضغط اوكي انا ربحت 45 ساتوشي، بكل بساطة ما بتتغلب. طبعا هون 10 سكند بيجيك اشي امراض في 60 ثانية بس بكون المبلغ اكبر من 45 ساتوشي. للعلم بالشيء شباب عشان انتوا تكونوا عارفين، اول ما تدخلوا الموقع بكون بالطريقة اللي هي هاي، انه MBTC يعني اللي هي بيتكوين، لكن بطريقة اخرى بتكون بنظام اخر خوارزمية اخرى، انه انت بتلاقي المبلغ كبير فبتقول انه مبلغ كبير. لا، انت بدك تكون عارف انه عشان انت ما تتوه وتغلط، بامكانك تنزل على اخر الصفحة وتضغط هون وتضغط على بيتكوين اللي الارباح تكون مفهومة عندك. تمام، اللي بتوه في الارباح وبلاقي يعني في بعض التمويه بكون في العمل انه بكون هذا المبلغ هيك، فانت بتتفاجئ انه ارباح كبيرة، يعني بتحكي عن 5 مليون وهو فعليا عبارة عن 5000 ساتوشي ليس الا. تمام شباب، بخصوص الادفرتايز يعني انه انت بدك تعلن في الموقع، تضغط ايميلك وبتحط الرابط الريفرال الخاص فيك او اي موقع عندك تعلن عنه، وبتضغط الديسكربشن الوصف تبع الموقع، بتختار كمية الكليكات انت قديش بدك تضغط، وبتختار المدة زي ما شفت. احنا شفنا مدة كلفتنا 45 ساتوشي، هون تختار المدة اللي بدك اياها، يعني في اشخاص بيختاروا مدة 200 ثانية فالارباح بتكون عالية والاسعار بتكون عالية عليها. تمام، فانت لما تضغط على 10 ثواني هو بياخذ منك 100
وثمانين مية واحد وثمانين ساتوشي تلقائي الألف كليك بيكون سعرهم ما يقارب ال 181,000 ساتوشي. إذا حابب تعلن في الموقع طبعا بإمكانك تعمل تحل كود الكابتشا وبكون كل يعني الايميل الخاص فيك بالوصف بتكون حاله وبتضغط سبميت تلقائي بنزل إعلان في الموقع. بخصوص الهلب شباب يعني هو بيعطيك بعض التفاصيل للي بحب يستفسر شو الأرباح اللي بيربحها. نيجي هون احنا في بخصوص الهلب، لو احنا مثلا كنا بريميوم تمام زي ما قلت لكل بريميوم بإمكانك تشتري من 90 يوم ل 350 يوم. انت بريميوم وعندك 50 ريفرال والضغطات ما يقارب العشرة تمام بتربح يوميا ما يقارب ال 50,000 20 ساتوشي تمام. في الشهر بيطلع ارباحك هالقد. طبعا الضغطات زي ما انتم عارفين مش كل الشباب مش كل الاشخاص اللي انت بتستاجرهم بيضغطوا، وما في ريسايكلكس انه فيش انه انت تجدد الريفرال زي ما في في نيو بوكس، فانت اللي بتشتريه بضل موجود عندك لمده 30 يوم تمام شباب. هذه فكره الموقع، يعني انت بامكانك انه ب 50 او مثلا انا ان شاء الله لما ابلش اشتغل فيه راح احاول اشتري 500 اللي تكون ارباحي ما يقارب ال 400,000 ساتوشي. فكرة الموقع بسيطة ما بتكلفك كتير للي معني يشتغل فيها، يعني اللي معني انه يربح منها ويشتغل فيها ما بتكلفك كتير، لانه انت لما تجي تعمل دوبل هون انه ترقي حسابك اللي يصير كل شيء عندك دبل في مشاهدة الاعلانات وضغط الاصدقاء عندك على في الموقع كل شيء بصير عندك دبل. فنجي نضغط على بريميوم، بس انا بدي اشي زي ما قلت لكم 90 يوم بامكانك تشتريهم بقيمة 6 دولار، يعني مش مبلغ كبير. انت هيك رقيت حسابك، انت لو بدك تشتري ريفرال تيجي على رنتد ريفرال تختار 30 يوم 15 يوم اللي انت بريحك، بدك تكون عارف انه على اليوم 540 ساتوشي تمام. يعني انا مثلا نيجي نحسب على 30 يوم عندك انت 540 ساتوشي ضرب 30 يوم بيطلعوا 16,200 ساتوشي. لو انت استأجرت 500 ريفرال بدك تضربهم ضرب 500 بيشتغلوا عندك شهر كامل تحكي عن 8 مليون ساتوشي تمام. 8 مليون و100 الف، نيجي هون نضغط 8 مليون و100 الف تشوف قديش المبلغ، تحكي عن 52 دولار. تعرف شو معناته انه انت عندك 500 ريفرال بيضغطوا، يعني انت كل اللي راح تصرفه على الموقع فقط 60 دولار والدخل راح يكون كبير. انا راح ان شاء الله ابلش شغل فيه، انا شرحت لكم الموقع لتكون وصلتكم الفكره، رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف. اي استفسار انا جاهز، بامكانك تكون ستاندر وتضغط. اللي بحب يشاركني في الفكره والعمل اهلا وسهلا فيه، بامكانه يضغط ويشوف الارباح اللي بتجي. يعني انا قلت لكم بخصوص انه السحب فيه سهل كتير كتير، بإمكانك تجمع بكل بساطة 10,000 ساتوشي وتسحبهم بكل بساطة بدون ما تتغلب، يعني الحد الأدنى في السحب فيه 10,000 ساتوشي. يعني أنت لو كل يوم دخلت وضغطت على السورف إيد بإمكانك تشاهد ما يقارب من 50 و60 إعلان بكل بساطة بتشاهدهم وتربح مبلغ كبير كبير. يعني لما يكون عندك 60 إعلان أو 100 إعلان في 45 هاي 4,500 خلال يومين بإمكانك تشاهدهم بكل بساطة ما تتغلب فيه. ففكرة الموقع شباب كتير كتير حلوة، ما بتغلبك ما بتاخد من وقتك كتير، وأتمنى يا رب شرحي يكون واضح ومفهوم. واللي بحب يشاركني زي ما قلت لكم رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف، وأتمنى يا رب التوفيق لجميع وإلى لقاء آخر إن شاء الله.